بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، درس جديد من دروس منهج التاريخ الإسلامي للصف الحادي عشر عبر منصة التميز التعليمية بعنوان فتح القسطنطينية في الكتاب صفحة 133. لاحظ الخريطة اللي أمامك. ما هي عاصمة الدولة البيزنطية؟ في سهم أحمر عليها الخريطة. أحسنت، القسطنطينية. إذن العاصمة اللي يفتحوها المسلمين هي عاصمة الدولة البيزنطية المسمى بالقسطنطينية. مين اللي يفتح القسطنطينية؟ هو السلطان العثماني محمد الثاني. متى تسلم الحكم؟ بدأ بعد وفاة والده مراد الثاني عام 855 هجرية الموافق 1451. اتجهت أنظاره لفتح القسطنطينية وقام بالاستعدادات اللازمة لذلك. راح نشوف استعدادات كثيرة جدا قام بها السلطان محمد الثاني من أجل فتح القسطنطينية. الأول لازم نعرف إيش أهمية القسطنطينية. كانت القسطنطينية تربط زي ما انت شايف على الخريطة بين آسيا وأوروبا، هي منطقة ما بين آسيا وأوروبا، وتطل على أكثر من بحر ومضيق مهم. الكلام ده أعطاها أهمية استراتيجية كبيرة. لكن لو لاحظنا الخريطة، إيش البحار المحيطة بالقسطنطينية؟ أحسنت، ممتاز، البحر الأسود. بس كده في بحار ثاني؟ أيوة، في بحر مرمرة. أيضا هناك يوجد مضيق البسفور، هو يعني هي توجد على مضيق البسفور وبالقرب من مضيق الدردنيل، وهذه البحار وهذه المضايق لها أهمية كبيرة بالنسبة للعالم كله، مش بالنسبة للمنطقة هذه، لأنها ما بين قارة آسيا وأوروبا. استعدادات السلطان محمد الثاني لفتح القسطنطينية، هنلاقي أولا تعيين محمد إسحاق باشا أمير على الأناضول. لماذا؟ لمراقبة وحفظ المنطقة من أي تمرد أو عصيان، لأنه هيكون مشغول هو. ثانيا تجديد معاهدات السلام مع ملوك أوروبا. أكيد أنت فهمت ليش هو بدأ بالنقطة هذه. لما يكون في بينه سلام وبين ملوك أوروبا، هذا يمنعهم من تقديم المساعدة القسطنطينية حينما يحاصرها. ثالثا بناء قلعة روميلي حصار. زي ما تشايف على الخريطة مكانها على مضيق البسفور، الهدف منها السيطرة على المعبر المائي. أيضا ضمان مرور القوات العثمانية من الأناضول إلى أوروبا. قطع الاتصالات البيزنطية مع أوروبا، هو عايز يفصلها عن أوروبا عشان يعني ينفرد بها. رابعا توجه بنفسه إلى أسوار القسطنطينية ليتعرف على التحصينات ونقاط الضعف في الأسوار حقتها. يبقى هو راح بنفسه علشان يعني اسمها زيارة ميدانية للمكان، على أساس يحدد نقاط القوة والضعف ومن وين يبدأ الهجوم. خامسا أمر الحاكم العسكري لأوروبا، اللي هو التابع يعني في مناطق عثمانية في أوروبا ليهم حاكم عسكري عثماني، أمر بالهجوم على المدن والقرى البيزنطية اللي هي الساحل الأوروبي وعلى البحر الأسود وبحر إيجا. كل هذا ليش؟ يعني يمنعهم من تقديم المساعدات للقسطنطينية. أيضا اللي هو سادسا رحب بالمهندس أوربان. المهندس هذا كان متخصص في صناعة الأسلحة، فهو استقبل عنده وقدم له كل ما هو مطلوب على أساس يقوم بصناعة مدفع يدمر أسوار القسطنطينية. يبقى رحب بالمهندس أوربان وطلب منه صناعة مدفع يدمر الأسوار القسطنطينية. فكرة المدافع ما كانت منتشرة بالشكل اللي هو نفس الحين، يعني كانت لسه في البداية. سابعا
إعداد أسطول بحري ضخم وتعيين بالطا أغلو أميرا عليه. ثامنا، كلف الوزير زغنوس باشا بناء جسر خشبي على القرن الذهبي لنقل الجنود على الجسر هذا. تم بفضل الله فتح القسطنطينية بعد حصار لمدة 54 يوم واتخذها عاصمة لها. لقب بعدها السلطان محمد باسم السلطان الفاتح. كلام هذا حصل سنة 758 هجرية، 1453 ميلادية. ما هي نتائج فتح القسطنطينية؟ سقوط الإمبراطورية البيزنطية، هذه كانت عاصمتهم، كده انتهت الإمبراطورية البيزنطية. جعل العثمانيين القسطنطينية عاصمة واسموها إسلامبول، يعني أرض الإسلام، أو حاليا تقال إسطنبول. انتشار الإسلام في الأراضي الأوروبية، زيادة نفوذ العثمانيين في العالم بعد ما أسقطوا أكبر عاصمة كانت موجودة في تلك الفترة. أعلن المؤرخون بداية العصور الحديثة من عام سقوط، يعني بعدين اتخذ المؤرخون سقوط القسطنطينية بداية للعصور الحديثة اللي فصلها عن العصور الوسطى والعصور القديمة. تحققت نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لتفتحن القسطنطينية فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش جيشها. انتشار مظاهر الفرح في جميع أنحاء العالم الإسلامي وقيام الاحتفالات في القاهرة وغيرها. المسلمين فرحوا بانتصار انتصار العثمانيين وفتح القسطنطينية. ما أهم إنجازات السلطان محمد الفاتح؟ طبعا بعد فتح القسطنطينية 1453 كان له إنجازات أخرى، إنه فتح مدينة بوخارست عاصمة رومانيا، ضم إقليم البوسنة وجعلها ولاية إسلامية. توفي السلطان محمد الفاتح عام 886 للهجرة وخلفه ابنه بايزيد، يبقى بعد محمد الفاتح جه بايزيد الثاني، ولم تشهد الدولة العثمانية في عهده فتحات مهمة. مراجعة سريعة للدرس، أكمل الفراغات التالية بما يناسبها. عاصمة الدولة البيزنطية مدينة تسمى، هي محور درسنا اليوم كله، هي القسطنطينية. العام الذي تم فيه فتح القسطنطينية هو 1453 ميلادية. السلطان العثماني اللي استطاع فتح القسطنطينية طبعا سهلة جدا، محمد الثاني. السلطان العثماني اللي أنشأ قلعة أناضول حصار، بايزيد الأول. السلطان العثماني اللي أنشأ قلعة روميل حصار، محمد الثاني. المهندس الذي رحب به محمد الفاتح اللي هو متخصص في صناعة الأسلحة، ممتاز جدا، أوربان. الوزير الذي كلفه محمد الفاتح ببناء الجسر الخشبي اسمه زغنوس باشا. الإقليم الذي ضمه محمد الفاتح وجعله ولاية إسلامية أو ولاية عثمانية هو البوسنة. إلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا. كنتم طلاب رائعين، أحسنتم. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.